السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال. وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرى شانيل. وما تنسونيش اخوتي من اللايك وتعليقكم بخصوص الموضوع. خطيب إيمان باطمة السابق كيخرج على الصمت ديالو من بعد ما انتشر خبر الزواج ديالو في مواقع التواصل الاجتماعي. فخليكم معايا اخوتي باش تسمعوا شنو قال وتشوفوا شنو نزل على الحساب ديالو عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. فكيف ما شتي اخوتي بلي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي خبر زواج ايوب حمي الخطيب السابق لإيمان باطمة، والفيديوهات ديال العرس ديالو اللي خلقوا ضجه كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي، وبزاف ديال الناس اللي فرحوا ليه وباركوا ليه الزواج ديالو وقالوا لي احسن حاجه درتي هي انك تفرقتي من إيمان باطمة وبعدتي على ديك العائله، وكذلك واحد الفئه اللي دافعات على إيمان وقالوا ليها بلي تهنيتي منه، انت كتستاهلي واحد احسن منه. فايوب حمي من بعد ما انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي خبر الزواج ديالو بداو كيجيبوه تبريكات من الناس في الخاص على الحساب ديالو عبر موقع التواصل الاجتماعي، اللي كيبارك ليه اللي فرحان ليه واللي كيقول ليه بلي انت في شهر العسل دابا. فهذا الشيء خلى ايوب حمي يخرج على الصمت ديالو وينزل ستوريات على الحساب ديالو عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام اللي كشف فيهم الحقيقه ديال هذا الشيء كامل. فغنخليكم مع الفيديو. لا فامي، السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير مزيان، كل شيء مزيان. كنقرا لي ميساج ديالكم، والله الا فريمون صافي بليزير، والله الا فرحوني بزاف لهلا خطايكم. وبالنسبه للتصاور ولي فيديو اللي كانوا راه غير شوتينغ مع النقافه شهرزاد والموديل فاطمة الزهراء وصافي، هادشي اللي كاين. وكنبغيكم بزاف، والله حتى كنبغيكم بزاف. فكيف ما سمعتوا اخوتي بلي خبر الزواج ديالو فهو فقط اشاعه، ودوك الفيديوهات اللي انتشروا في مواقع التواصل الاجتماعي فكان فقط اشهار لواحد النقافه. فالله يسهل عليه حتى هو، والله يكمل على ايمان، والله يفرحها بالزواج الصالح. فكنتظر اخوتي تعليقاتكم بخصوص هذا الموضوع. شكرا على حسن المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.